مع مراعاة أن الرفاع الشرقي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، بينما الرفاع لا، منذ صعود للدور الممتاز لا يحزن التاريخ أو يعلمنا التاريخ من الفريق هبط. كنا بتوصل شراينة، جول جول، هذه جول 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 جول، هدف أول أيمن الشناينة، أيمن الشناينة المحترف الأردني بيسجل أول هدف المباراة في الدقيقة 19 من كورة ملعوبة. شوف شوف شوف، توغل داخل منطقة الجزاء، وجفية قوية قوية على يمين حارس المرمى، حارس مرمى الرفاع إياد ناصر، وبالتالي بحرفنة وبقوة وبمراعة أيمن الشناينة المحترف الأردني يسجل أول أهداف المباراة. تحية حب والسلام لجماهيره وأيضا لعشاق الرفاع بهذا الهدف الأول الرفاعي في الدقيقة 19.